هذا السائل يقول: رجل عاق لأمه وندم على ذلك بعد وفاتها، ماذا يفعل ليكفر عن ذنبه جزاكم الله خيرا؟ يكثر من الدعاء لها، ويكثر من أعمال البر لها من حج وعمرة، وإذا كان عليها ديون يسددها، وإذا كان لها وصايا ينفذها في حدود الشرع ويضحي عنها، هذا كله من البر بها، ويبر بصديقاتها. نعم.